نتابع دلوقتي اخر اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه، ومراسلتنا العزيزه منى ابراهيم موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. منى صباح الخير عليكي، وسامعينك انا وكريم كل جمهور 10 الصبح، اتفضلي. يا صباح الخير عليكي يا نهاند، صباح الخير عليكي يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني يوم جديد يبقى اكيد اخبار اهلاويه رياضيه كمان جديده، لكن خلونا نبتدي في ان لا صوت يعلو النهارده فوق صوت قمه كره السله بين النادي الاهلي والزمالك. المباراه اللي هتتلعب النهارده على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل النادي الاهلي بمقر الجزيره الساعه 9:15 مساء ان شاء الله. طبعا مباراه مهمه جدا. المدير الفني الاسباني اوجستي بوتش اللي اكيد هو النهارده بيلعب في نادي، طبعا هو كان مدير الفني لنادي الزمالك السنه اللي فاتت، يبقى اكيد عارف كل التاكتكس، عارف كل حاجه كانت بتلعب من مباراه نادي الزمالك الماتش اللي في الموسم المقبل. فاكيد الموسم ده كمان، اكيد الموسم ده كمان ان شاء الله هيكون قادر ان هو يحقق الفوز. خلينا مرة تانية نحاول نعود لزميلتنا منى وهي موجودة في مقر النادي الأهلي زي ما كنت بقول لحضراتكم بالجزيرة عشان نتابع معاها الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي. منى صباح الخير مرة تانية عليكي، اتفضلي. بصبح عليك يا نواند مرة تانية، وبصبح عليك يا كريم أكيد، وعلى كل مشاهدي متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. خلوني أكمل كلامي وأقول لكم إن النهاردة لا صوت أو لا حديث يعلو فوق قمة كرة السلة بين الأهلي والزمالك اللي هتتلعب النهاردة إن شاء الله مساء الساعة 9:15 تحديدا على صالة الأمير عبد الله الفيصل. طبعا غيابات الفريق هتكون كابتن مروان سرحان وإيهاب أمين كمان. مروان سرحان لأنه اتعرض لكسر في الصباعين، دي إصابة طبعا كبيرة يمكن تغيبه أو تخليه يغيب عن الماتش والتدريبات الرسميه من 6 لـ 8 اسابيع. اما طبعا ايهاب امين احد اهم وابرز اللعيبه في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي، هو كان عمل طبعا عمليه جراحيه كان شايل الزايده فيها من فتره، لسه مش محدد هيقدر ان هو يشارك في مباراه اليوم ولا لا، لكن طبعا ده هيكون قرار بايد الجهاز الفني والجهاز الطبي لكره السله بقياده طبعا الاسباني اوجستي بوش اللي كان الموسم اللي فات مع نادي الزمالك. يعني مباراه السنه دي بالنسبه له او مباراه اليوم النهارده بالنسبه له مهمه جدا، لان هو بمعنى اصح عارف طبعا كل فريق دلوقتي، عارف فرقته، عارف الفريق الاسبق ليه، فهيكون ان شاء الله قادر ان هو يكون عارف كل جوانب الويكنس بوينت او نقاط القوه والضعف بالنسبه للفريقين، وان شاء الله يقدر يلعب عليها ويفوز بمباراه اليوم. اما كره السله سيدات بقى النهارده تدريبهم الساعه 6 مساء على صاله الشهداء، وبيستعدوا لمباراه نادي الطيران على صاله نادي الطيران غدا في دوري سوبر للمحترفات الساعه 6 مساء بكره ان شاء الله. ومن سيدات السله لسيدات كره اليد لتمرينهم ايضا النهارده الساعه 6 مساء على صاله الامير عبد الله الفيصل، وبيستعدوا لمواجهه نادي المعادي في كاس مصر بكره ان شاء الله الساعه 6 مساء. ويعني انا هاند من اهم النهارده الاخبار الحقيقي الواحد كاهلاوي بيفخر بيها دايما هي كره الطايره سيدات، طبعا فتيات الذهب زي ما بيلقبهم جمهور النادي الاهلي. مش هم بس اللي فتيات ذهب الحقيقي، كمان كابتن حمدي الصافي من ذهب، لان هو قدر في خلال 2 سنين و10 شهور ما يخسرش ولا مباراه. النهارده المباراه رقم 77 اللي لو فاز بيها النادي الاهلي ان شاء الله القياسية، وده طبعا مش مجهود من يوم وليلة، ده على مدار 2 سنين و10 شهور. يعني تحديدا مرة كانت للنادي الأهلي يوم 12 فبراير 2019، يعني دلوقتي فتيات الذهب بقيادة الذهبي كابتن حمدي الصافي زي ما قلت لكم قالهم تحديدا 1030 يوم بدون أي خسارة. النهاردة مباراتهم هتبقى الساعة 6 مساء مع نادي هليوبلس على صالة النادي الأهلي، ده طبعا ضمن منافسات بطولة الدوري. بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يبقوا يدخلوا موسوعة جينيس ويرفعوا اسم نادي الأهلي في الصدارة كالعادة. اما بقى كره الطايره رجال بقياده كابتن محمد مصلحي، مباراتهم اليوم النهارده على صاله النادي الاهلي في دوري في بطوله الدوري مع سبورتنج، والمباراه ايضا مذاعه على شاشه قناه النادي الاهلي. بنشكرك جدا جدا يا منى على الاخبار الحلوه كمان اللي انت قلتيها لنا دي، شكرا ليكي.